من اوصل لهاي النقطة تمام اللي هي زيرو كروسنج، هسا انا اكتفيت من الزمن اللي هو البوزيتيف تايم تي بوزيتيف هنسميه. فمن خلصت من التي بوزيتيف اكتفيت بانه هذا الجزء الموجب الموجة احول هالنوم على الجزء السالب الموجة، فاذا لازم الكونفرتر مالتي احول من كونفرتر بوزيتيف بعد ما اقدح الثيرستورات ذني تي 1 تي 2 تي 3 تي 4، اظل اقدح بمن بالثيرستورات بالكونفرتر السالب النيجاتيف، فحصل على تي نيجاتيف تمام، احصل على تي نيجاتيف نوت تي بوزيتيف نوت تي نيجاتيف نوت كونفرتر بوزيتيف نوت كونفرتر نيجاتيف. يعني شنو اقصد هنا؟ بانه انا من خلصت من اقدح الكونفرتر البوزيتيف اكتفيت انه بعد ما اقدح ذني اظل اقدح بالكونفرتر النيجاتيف، وهم ايش قد عدد السايكلات اللي عبرتها بالجزء الموجب عبرها بالجزء السالب. يعني راح يصير هنا عندي مكان ما كانت انه اربع قمم، راح يصير هنا عندي قد اربعة فعر واحدة اثنين ثلاثة اربعة. عملية ظهور ذني بالجزء السالب ليش ظهرا؟ لان الكونفرتر هذا انا رابطه عكس رابطه على اللود عكس الكونفرتر هذا، فهو هم يشتغل ركتيفاير، لكن لان الوايرات انا رابطهم على اللود باتجاه العكسي فراح يظهر التيار باتجاه العكسي، فتوفرت عندي المدة معينة زمنية معينة 0.04 هاي حصل 0.08، فالفريكونسي مالتي مكان ما كان 0.02 بالحالة اعتيادية 50 هرتز الزمن، والفريكونسي مالتي 50 هرتز الزمن 0.02 راح يصير 0.08، اما كان ما كان عندي 4 ساين ويف كموجة أصلية 1 2 3 4 1 2 كم قمة 1 2 3 4 1 2 3 4 قعو، أنا خليتي نصيرا قمة بقعر كإخراج، يعني جزء موجب جزء سالب، هذني كلهن من جزء موجب هذني كلهن من جزء سالب، فأكيد هاي كمحصلة صارت مثل الساين ويف أن جزء موجب مماثل لجزء جزء سالب مماثل للجزء الموجب مالتنا، لكن الزمن تغير فاكيد الفريكونسي راح يتغير اللي هو 1 على 0.08، ولا حيطلع ايش قد 50 تقسيم ايش قد ايش قد عندنا صارت هي كانت 4 وحده 2 3 4 صارت وحده اذا تقسيم 4، فاذا ايش قد راح يصير عندنا يطلع الناتج مالتنا هو مالت الفريكونسي 50 على 2 25 على 2 12.5 تمام، هذا الفريكونسي مال الاخراج. اذا 60 راح يطلع ايش قد؟ راح يطلع 15 تقسيم 4 تمام. هذني عددهن مختلف. انا ليش قلت لكم بانه اكثر شيء ممكن احصله بالفريكونسي هو نص العدد، لان انا اذا عندي ساين وحده ما راح استفاد شيء، يعتبر نفسه بانه حول هذا الجزء موجب والجزء موجب لازم احصل الجزء موجب والجزء سالب فاعتبر نفسه. لكن اقل شيء عندي 2 ساين ويف، من يصير عندي 2 ساين ويف احول الى ساين ويف وحده قمتين وقعرين، باعتبار انا قسمت فقط على 2 2 تحولت الى وحده فقسم على 2، فاذا الفريكونسي 50 راح احصل 25، واذا الفريكونسي 60 راح احصل قد راح احصل 30 تقسيم 2. فاكثر شيء ممكن احصله هو نصف قيمه الفريكونسي الأصلي. كم ساين ويف اسوي الانتجريتد؟ يعني 2 اسويهن وحده اقسم على 2، 3 اسويهن وحده اقسم على 3، 4 اسويهن وحده اقسم على 4، 5 اسويهن وحده اقسم على 5. واكو حساب ثاني بانه تحسب عدد القمم صارت عندك 1 2 3 4 اذا اقسم على 4 تمام. اكو عندنا لازم تعرف اكو شيء اسمه التي البوزيتيف والتي النيجاتيف الموجود عندك. شوف تي بوزيتيف تي نيجاتيف، اكو شيء اسمه تي اوت اللي هو الزمن الكلي مالتك اللي هو مجموع التي بوزيتيف زائد التي نيجاتيف، اكو عندك شيء اسمه اف اوت اللي هو 1 على التي اوت، لازم تعرف بانه العلاقه بين الفريكوينسي الاوت والفريكوينسي الانبوت هي فريكوينسي الانبوت على نمبر اوف انتجريتد سايكلز مثل ما استونا قلنا. هاي الشغلات كلها احنا شرحناها الحمد لله بالنظري، هاي فقط ريفيجن على هذا الموضوع. يبقى عندك فد شيء كلش مهم تعرفه بانه طرق القدح، بانه اكثر من طريقه قدح، يا اما تقدح عد الصفر الثيرستورات مالتك، شوف الثيرستورات ذني ترى يختلفن عن ذني، كلش انتبه له، هذني داشات ممكن ما تسوي تي 1 تي 2 داش، ممكن تعطيها ارقام ثانيه، يعني هنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 1 تي 2 تي 3 تي 4، هنا سميها تي 5 تي 6 تي 7
T5, T6, T7, T8 مو الأشياء تحط الأشياء. فهنا أقدر أحد الصفر كلهن الثيرستورات قادحين عند الصفر. هنا الثيرستورات كلهن قادحين لكن عند قيمة معينة عند ألفا ثابتة. ألفا فرضاً 30 عند كلهن. أكيد لازم أشفت باي 30 باي زائد 30 2 باي زائد 30 3 باي زائد 30 4 باي زائد 30 5 باي زائد 30 وهكذا. لكن الألفا تبقى هي فقط نفس 30 30 بكلهن نفس مقدار التشفيت لل الهالف سايكلز كلهم. لكن اكو طريقه بانه انا اقدح بالفا مختلفه على مد احصل على فتشي. شوف بالحاله الاولى انتبه لهناك للزين. بالحاله الاولى بانه انا اذا اقدح عند الصفر راح الافرج مالتي بحاله الهالف انا بالمحصله اريد ارمس طبعا اكيد لان راح يبقى اي سي. لكن الافرج مالتي بهاي الحاله راح يكون خط عدل لأن مقدار التغيير ثابت. هنا نفس العملية حيصير عندي بجزء سالب خط عدل لأن مقدار التغيير ثابت. هنا أكيد راح يصير انخفاض وبعدين ينزل زيرو كروسنج هنا وبيرجع القيمة. فحيصير عندي تقريبا سكوير ويف مو ساين ويف. بهاي الحالة بأنه إذا أقدح بألفا نفسها بس كقيمة ألفا راح ألاحظ بأنه راح تقل الفولتية مالتي راح تقل لأن راح ينزل المساحة راح تقل فالأفرج راح يقل. فهنا الخط عدل هنا الخط عدل همين هم ما سويت شيء مجرد فقط قللت بالفولتية لكن بقى مقدار تغيير ثابت. مقدار التغيير ثابت هم بقى عندي سكوير ويف. لكن في حالة بأنه أنا أقدح بألفا مختلفة أعرف أنا من قد هسه راح أرجع أرسم لكم إياها وعلى السريع. إذا أقدح بألفا مختلفة راح أقدر أحصل على موجة مالتي لفل وليس لفل واحد. مو مثل هذا لفل واحد لفل واحد هنا أو بيصير 2 لفل أو 3 لفل. لا أنا راح أقدر أحصل على أكثر من لفل بهاي الحالة مالتي هي حالة الأقدح الألفا مختلفة. مثلا أنا أعرف بأنه مثلا عندي أعرف بأنه عندي 5 أجزاء موجبة. تمام؟ هاي إذا بحالة أنا قادح عد الصفر. لكن بحالة بأنه أنا أقدح عد ألفا مختلفة خلي أشوف شنو ممكن يصير. هذا أكيد الأفرج مالته راح يصير خط عدل فرضاً بهذا الحسبان. تمام؟ إذا أرد أقدح بألفا مختلفة أبدي هنا بألفا كبيرة أسميها ألفا ماي يظهر لي بس هذا جزء من الموجة. الهالف سايكل وراء أقدح بألفا أقل من الألفا 1 أسميها ألفا 2 راح تظهر لي بهاي الصورة. هاي الوسطية اللي بنص دنيثين بدنيثين أقدح قد الألفا يساوينا صفر. بهاي الألفا هاي ألفا 2 هاي ألفا 3 ألفا 4 أقدح بزاوية تشبه الألفا 2 وألفا 5 أقدح بزاوية تشبه الألفا 1. تمام؟ فصار عندنا ألفا من 1 ألفا 2 ألفا 3 ألفا 4 ألفا 5 ألفا 1 فرضا أسويها 90 ألفا 2 نسويها 60 ألفا 3 0 ألفا 4 60 ألفا 5 90. تمام؟ فش راح يصير عندي؟ هاي كقيمة أفرج راح أكيد أقل من هاي وهاي أقل من هاي وهالنوم يرجع مرة ثانية يرجع يقل. يعني حيصير عندي تقريبا هذا الشكل. هرسمها من جوا في البداية هيجي أنه بيصعد شوية أنه بيصعد شوية أنه بينزل هيجي أنه بينزل هيجي. راح يصير عندي مالتي لفل لأنه هنا الأفرج بس شوية على الأفرج لأن الألفا قلت. هنا الألفا صفر أكيد الأفرج أعلى هنا يرجع مرة ثانية يقل الأفرج يقل الأفرج. راح يصير عندي تدريج. هذا أكيد الجزء الموجب فالجزء السالب نفس الشيء فراح يصير تقريبا ساين ويف أحسن مما أتركه مجرد خط عدل. هذا نوع من القدح وكو نوع ثالث إن شاء الله راح أجيبه.